شنو هذا؟ شنو هذا؟ هاي هاي سلام. ايش فيك فاتيني؟ انت كيف تدخلي البيت كذاك من غير اذن؟ حبيبتي انت نسيتي انا من بنات الحاره، ادش واطلع على كيفي. انت يا الحجوز بنات الحاره، انت كل زمن ما تعيش مليون قوني تعيش. انا ما كل الزمن علي كل يوم قوني تعيش. لا حبيبتي انت شوفي مطاعم البلاد ماكين العيوش كلها على ويفج. صحيح يوم قالوا البيت بيت ابونا قيوا الغرب وطردونا. ضيعي بيتي.
احسن هو ممكن كلمة لا جملة ولا حرف يا المومياء. انتي طلعي من بيتي. انا مومياء غلطانة انتي؟ انا جايتك في شغلة مهمة ولازم تعرفين مصلحتك. مصلحتي سمعوا بلقيس ملكة سبع مو تقول بدلك وضيوف يبون يتعرفون عليك ويعرفون سلمة. من هي هذه سلمة؟ ها؟ من؟ ضيوف. ضيوف زين. عقب يوم ضيوف خليهم يتفضلوا. خليهم يتفضلوا. متأكدة؟ انت اقول رضيتي عني؟ يجي نحن الضيوف. اروح على ضيوف؟ اروح على عني. ما شاء الله ما شاء الله، ما خليت ولا تلفون نقال ولا ساعة في البلاد إلا وشريتها. لا تحسدني خالي، هذه الحارة ترى متروسة ساعات وتلفونات مستعملة. هذه اللي تشوفها كمية بسيطة. خالي حرصني شوية أجيب لك الكابتشينو. ولا أريد منك شيء خالي. أجيب لك الكابتشينو وانت واقف خالي. ما أريد منك شيء ولا بعد مشتهي منك شيء. تعالين أبا خالي أجيب لك الكابتشينو. ما تريد خالي؟ إيش تعمل خالي؟ والله يا خالي لو ولدك كان ما عصرت بهذا الشكل. لا تثير المواجع، خليني قد نسيت. وين الولد؟ وين الولد؟ بارك الله فيك. عفا عليك خالي. خالي عفا عليك، أنت تزوج الأول وبعدين خلينا نشوف البذرة الصالحة. أنا أصبح لي ساير عنك البيت. الله معك خالي. خالي ما وصيك أصحابك راعي التكاسي، إذا حد عنده تلفون مستعمل أو ساعة مستعملة تراني شرعي. حسبي الله عليك، مالت عليك وعلى الساعات اللي أنت تشتريها. خالي كلامي ترى ما في رقبتك. ما وصيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما افتكيت منك من قريب، افتك منك من بعيد. وعلو تعجبني. هذه الساعة تحفة. نعم تحفة. انزين هذه موديلها عام 1965، وعاد ترميمها وبنائها عام 2015 بعد الميلاد، بعد وفاة حبوتي الله يرحمها ويغمد روحها الجنة. انزين تعرف ان هذه الساعة تسوى كم الحين؟ كم تسوى؟ بصراحة انا ما احب اكذب، انا اقول لك الحقيقة وما احب الف وادور. وانا جاي انك علشان اسمع منك الكذب. قول لي وبكم؟ هذه بدون مبالغة تسوى 50 ريال. اخ راسي. وهذه الساعة حلال عليك، وحطها في جيبك، واللي تبغى الدفعة دفعة. بل ما بغت تطلع منك. وانا اغمض عيوني علشان ما اشوف على محفظتك. وها دوك يا اخويا، برد على فؤادك شويه. مالك انت جالس كذا بعيد الشر متسمر خير ان شاء الله؟ مو فيك كلك ابو الهول والخوف والخفرع والمقرع. بعيد الشر انت من جاي صار لك 10 دقائق كذا ساكن ما تتحرك، حتى عينه ما تتحرك. اوه لا يكون انت متختم. ايه مو السالفة أقول سعيد، لا يكون أنت داعم حد اليوم. نعم. حاجة من صارك للحد. نعم. ها عاد الحد قاس عليك. أنا ما حد يقص علي، ميزاتي في جيبي. إنزين عقب مو سالفتها هذه الشنطة؟ هذه الشنطة هي سبب بلوتي أنا. فيها قنبلة؟ يا ريت يا ريت لو فيها قنبلة أكبر وأعظم. فيها عقب مسدس. شو تبغى تسوي؟ إرهابي؟ مرة قنبلة مرة مسدس، شو تسوي؟ شنطة؟ إي نسي حرب إي نسي شبلات مستعيلة. أبا أطل. شو الطلين؟ الطلين غلط، الطلين من الشباك. قول بشوف. إي نعم، وبعدين نحن ناس كبرنا. شوفي الحين طالعي. عفا عليك ما تدفع فيها ولا بيسة، خذها ببلاش. 10 ريالات يا الظالم. الحين أنا صرت ظالم؟ الساعة قيمتها 50 ريال وتدفع فيها 10؟ خلاص خلاص بس 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 لا بتصيح بعدك، خذ 5 غيري. مشكور مشكور يا الأخ، إن شاء الله رجعنا مرة ثانية إن شاء الله. تعرف متى تسكت وتعرف متى تتكلم، لا بعد تعرف كيف تتخلص من زباينك. مع السلامة. حياك. مع السلامة. أهلين سعود. الحمد لله تمام. والله لحد الحين ما حصلتها، وعسى يكون صاحب التاكسي اللي فقدتها في سيارته ابن حلال ويرجعها، لأن هالشنطة أمانة والأمانة ضروري ترجع لأهلها. كيف؟ سيارتي؟ والله بعدها في الجراج. عسى خير إن شاء الله. حياك الله، مع السلامة.
انزين والحل يا سعيد؟ شو الحل بعد؟ لا عرفت تليفونه، لا عرفت عنوانه، لا عرفت شيء عنه. طوطي 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 وين وين وين؟ هات البيتات، هات اخذ قطيعه. انا اسالش انت يا حرمه، خلاص تعودت تدخلي بيوت الناس كذا بلا سلام، لا عليك لا هود لا جي. لا يا ماخذ حقي، حقش محفوظ والحمد لله. عندش تليفون المكتب، عندش النقال، عندش الايميل، ليش ما تتصلي؟ حبيبتي انا من هذيله. ها؟ من ايش؟ الشنطة اللي قاعدة تعدين فيهم انت وسعيد الفلوس البيزات والساعات. انت ليش حرقة الايد يا المتسللة انت؟ ابى اعرف انا ايش الفرق بينك وبين الحراميات؟ والحين انت وش تبغين منا؟ اسكت انت، انت بالذات ما تحكي، في شغل بيني وبين اختك، ياي بساعدها. ها؟ اي ما اريد منك مساعدة. تساعدينها؟ والفلوس اللي خذيتيها من الحرمة أم الولد حق أختي سلمى، وين الفلوس؟ سعيد؟ ها؟ إيش سالفة الفلوس؟ ها؟ أنت قاعد تحكي يا سعيد، أي فلوس هذه اللي قاعد تحكي عنها؟ ما في فلوس. الفلوس اللي خذيتيها العيارة يا الطيارة أنت، الفلوس، احلفي إنك ما خذيتي فلوس. ما خذيت. ها؟ ما خذيت. سمعيني أنت. أنا شوفي، أنا أتعامل معاش بكل شرف. تعاملي معاي ولا تكذبي يا العيارة أنت. لا 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 ما أكذب، ليش بعد عمري؟ صدق أنا خذيت الفلوس. المرة هذه اللي تزوجت، تزوجت واحد تاجر وقالت يبي يساعدك. أها. جيبي هني المحترمة. شنو الفلوس؟ جيبي الفلوس. الفلوس اعطيني اياها ان شاء الله. بعطيك اعطيني اياها بسرعه. انت رفضتي تاخذين بالاول، انا قلت انت دام رفضتي باخذهم انا احسن. اعطيني اياها الحين. بعطيك اياهم ككاهم. هم واي طلعوا قطيعه قررت فلوس. هاج شوفي قضي اعطيني فلوس زين وانا بحقي. سمعيني انت يا سلامه، الفلوس هذه لا لي ولا ليش. سلمى فكيني من هالبلوى هذه. سلمى ايش رايك ناخذ الشنطه هاي ونوديها الشرطه؟ لان الصراحه ياسي على كبدي مثل تايل سبين. اختي سلمى ايش جالسه تسوي؟ جالسه اكتشف الانظمه اللي في هذا التليفون. الو، اهلين ابو احمد، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها وش اخر الاخبار؟ عرفتوه؟ ايوه هذه مواصفاته. عرفتوا اسمه وعنوانه؟ خلاص ان شاء الله اكون عندك بعد دقائق. مشكور يا ابو احمد، مشكور، حياك الله. ها شباب، تبيوا هاتف نقال ولا سماعة ولا ساعة؟ مو تبيوا قولوا. هو هذا ايش صاير؟ انا ما سويت شيء. ما نقدر نتكلم معاك، القضية فيها شوية تحقيق ولازم تجي معانا المركز. انا؟ انتو من؟ لو سمحت تعال معنا نبي. تفضل. الحمد لله انك مليت البيت، انا من حصلت الشنطه ولا قلبي مشغول. الحمد لله على كل حال، والحلال عمره ما يضيع. كلامك عدل، الحلال ما يضيع. عاد اسمح لي بارك الله فيك، انا بس داخل اجيب لك الشنطه. تفضل. مشكور. تصدقين يا اختي؟ ان صاحب الشنطه موجود داخل البيت؟ والحلال نعم الحمد لله. رايك انت؟ الو؟ اي نعم. ها سالم ولدي خير ان شاء الله؟
ايش تسوي في مركز الشرطة؟ أنا بنفسي مستغرب. وجهوا لي اتهام إنه بيعت ساعة على شخص بقيمة 10,000 ريال. وأنا يا دوب الساعات اللي عندي في المحل ما هي قيمة 20 ريال. قالوا يسجنوني على ذمة التحقيق. يلا خلي بسرعة تحكوا علي. زين زين أنا وخالك تو جايين. إيه؟ لا لا ربع ساعة ونكون عندك. يلا مع السلامة ولدي مع السلامة. إيش في سالفة؟ حابسينه في مركز الشرطة. يلا خلينا نروح. إيه بس وياك، بس أول شيء أعطي الشرطة حق صاحبنا وي وياك. زين أنا بس ألبس عباتي وانتظرك في السيارة. زين لا تتأخر. تفضل أخوي، هاي الشنطة مالك وتأكد من السامان اللي داخل. لا لا ما في داعي ما في داعي، أحسنت ما قصرت. تفضل هذا حق البترول. سلام. مشكور. مع السلامة. يا اختي يا سلمى. نعم. اهلا، شو مسوي فيكم؟ ليش جايبيني مركز الشرطه؟ بارك الله فيكم. استهدى بالله يا سعيد. خارج امي العسكري واقف هناك على الباب وما خلاني باقي اخر السجن معك صراحه. سلم ولدي اعطيهم ساعتهم. حطهم بارك الله فيك، خلنا نروح، خلنا نسير اتكس اترزق. يلا هي الحد ياخذ ساعه قيمتها 10,000 ريال عماني. قلت لهم ما حد صدقني، انا وين وين 10,000 ريال؟ قالوا لي الوحده القلبيه، ما صدقوني. سالم يا ولدي، سالم يا ولدي، انت شويه عصبيه. عصبيه يا ولدي، انت الساعه انت السيسو ودور مدار مخصوص تكون واعي يا ولدي. انت تذكر عطيته من بعد حالك؟ ليش مو قالوا لك عقل يومي؟ يومي عقل يا عصبيه. ليش؟ بعدين انا اتكلم معك باي لغه؟ انتم ما تفهموني. ما حد فهمك يا سالم، انا ما عندي شيء، اباك ترجع الساعه بارك الله فيك. ولا ها؟ ترى بتم في السجن ولا بطلع اتمشى واتكس اشوف؟ ها؟ من ساعة من كذا قالت تتكلم. من دي ما قلتي ان الساعة فيها فصوص وعليها سير اسود؟ نعم هي دي الساعة. نعم اتذكرها، اشتريتها ب 15 ريال. نعم وبعتها حالها ب 18 ريال وبعد بيعت قصات. الحين انت وولدك تبون تطلعوا من السجن وتخلوني انا في السجن؟ تبون تعقوني في السجن؟ اسمعوا هاي الساعة صار له 4 شهور و10 أيام عندي وما حد ياخذها مني. We are